هاي، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج AI Tech. هالبرنامج راح يخبركن عن كل الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات المستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لأهم وأجدد الأخبار والاختراعات بمجال التكنولوجيا. واليوم راح نحكي عن أبرز التحديث يلي صار بالتشات GPT وهو GPT-4. أثار نموذج الذكاء الاصطناعي تشات GPT من تطوير شركة OpenAI جدل واسع مؤخراً، وذلك نظراً لقدراته المذهلة بإجراء المحادثات والرد على الاستفسارات بطريقة طبيعية لغوياً، وقدرته على كتابة الشفرات والكودات البرمجية وحل مشاكلها. وبهالإطار أتاحت شركة OpenAI الرائدة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي رسمياً إمكانية الوصول إلى روبوت الدردشة تشات GPT دون اللجوء لإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، الأمر يلي بيسمح لكم الدردشة مع تشات GPT للحصول على إجابات لمختلف الاستفسارات أو حتى طلب المساعدة بإنشاء المحتوى وغيرها. وبإمكان المستخدمين حالياً بمعظم الدول حول العالم الوصول للمعلومات عن تشات GPT من خلال موقع chat.openai.com. أضافت الشركة أنه الإصدار الجديد بيوفر إجابات أكثر دقة وذكاء وإبداع، بالإضافة للقدرة على تحليل الصور وفهم محتواها ومعالجة نصوص أطول بكتير مقارنة مع الإصدار السابق، وأكدت أنه قادر على فهم وحل الأسئلة المعقدة والصعبة بدقة مع توفير أجوبة واضحة أكثر، وذلك بفضل المعرفة العامة والقدرات الأوسع بفهم الأسئلة، مما بأكد أنه GPT-4 أكثر إبداعاً مقارنة مع الإصدار السابق تشات GPT. ومن مميزات GPT-4 إنشاء وتحرير النصوص سواء بالكتابة الإبداعية أو التقنية، تأليف الأغاني، كتابة السيناريو، حل المعادلات الرياضية، المساعدة بالتحضير لإجراء مقابلات العمل أو التوظيف، تلخيص الأوراق أو الأبحاث العلمية والمقالات الطويلة، وتصحيح الأخطاء واقتراح عناوين للنصوص، إنشاء المحتوى الطويل وتحليل المستندات، الحصول على إرشادات للمساعدة بخسارة الوزن. والشيء الطريف أنه بيقدر كمان يعطيكم نصايح حول العلاقات العاطفية وتأليف نكت. ومن أهم المميزات قادر على فهم الصور وتحليلها وتحويل النصوص إلى صور، وبالعكس بمعنى آخر صار بإمكانكم مع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-4 إدخال الصور والاستفسار عن محتواها، حيث بإمكانه فهم محتوى الصورة وتحليلها وكتابة تسميات توضيحية لها، وهو ما يعتبر تطور كبير مقارنة مع الإصدار السابق. وصار بإمكانكم على سبيل المثال التقاط صورة لمكونات وطلب وصفات طعام من تشات GPT تعتمد على هالمكونات. ومن الضروري أذكر لكم أنه صار بإمكان الإصدار المجاني الحالي من تشات GPT من معالجة أكثر من 25,000 كلمة، مما بيسمح لكم إنشاء محتوى أطول وبمحادثات متنوعة أكثر، مع إمكانية البحث داخل المستندات وتحليلها وتلخيصها. وأكدت OpenAI أن التحسينات بـ GPT-4 واضحة بتفوق النظام أو النموذج بأداء عدد من الاختبارات العامة بالرياضيات والتاريخ وغيرها. وهالتطور استغرق الشركة 6 أشهر للتأكد أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-4 أكثر أماناً، حيث بتقل احتمالية رده على الأسئلة غير المسموح فيها بنسبة 82% أكثر، وتوفير أجوبة واقعية أكثر بنسبة 40% مقارنة مع الـ 3.5، وذلك بفضل الاستجابة من اقتراحات وتعليقات مستخدمي تشات GPT والتعاون مع 50 من الخبراء بمجالات تشمل أمان الذكاء الاصطناعي. إذا كنتوا عم تسألوا وين موجود هالنموذج، بقلكن أنه الإصدار الجديد متوفر حالياً لمستخدمي الإصدار المدفوع من تشات GPT يلي بيحمل اسم تشات GPT بلس. كما قالت مايكروسوفت أنه طورت تجربة البحث الجديدة ببينج تشات ليتناسب مع GPT-4 مع تخصيص مميزات أفضل للبحث عبر الإنترنت، وبتوفر الإصدار الجديد من خلال تطبيقات API. فيكن تلاقوا النموذج للتجربة حالياً عبر الويب سايت من خلال موقع OpenAI، بتزوروا الموقع الشركة وبتختاروا Try Chat GPT.
لهون بتخلص حلقتنا، بتمنى انه نالت اعجابكم وان شاء الله يكون المعلومات مثل ما انتم كنتوا بدكم. بنتلاقى جمعة الجاي بحلقة جديدة، من هلا لوقتها تيك كير.